السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الأخوات جميعا. إحنا متواجدون الآن موجودين بهذه القرية وهذه المدينة وهذه المنطقة السياحية، رغم أنها قرية صغيرة ولكن بها مناظر جميلة. إنها قرية أزرو وسميت بأزرو قوم على. علاش سمات أزرو؟ أزرو بالأمازيغية هو الحجر، هو الحجر. أزرو كلمة أمازيغية وتعني باللغة العربية الحجر، وتسمت القرية على هذا الحجر أزرو. هذه هي قرية أزرو. خيرية الإمارات بالقرب من أزرو. أرز غورو، سيد غدو غورو.